أعلنت وزارة التجارة عن اكتمال جاهزية خطة التمويل لموسم رمضان، وذلك بتحقيق أعلى معدلات الوفرة في السلع والمنتجات الاستهلاكية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة. حياك الله أستاذ عبد الرحمن. يا هلا وسهلا، الله يحييك ويسلمك. شاهدنا ما شاء الله تبارك الله هذه الخطط التي تقدمها وزارة التجارة بشفافية عالية، خاصة بالتزامن مع هذا الفيروس، فيروس كوفيد 19. بداية حدثنا عن استعداد الوزارة لموسم رمضان. الحمد لله والشكر لله، اليوم أعلننا في المؤتمر الصحفي الدوري اكتمال جاهزية خطط الوزارة التموينية لشهر رمضان المبارك، ونتائج 90,000 جولة رقابية، والتي الحمد لله تم التحقق فيها من وفرة كبيرة في كافة السلع والمنتجات الأساسية والاستهلاكية، وكذلك كافة المنتجات والاحتياجات الغذائية الرمضانية. هذه الخطة الخاصة بالجاهزية التموينية لرمضان بدأ العمل عليها منذ 6 أشهر، وارتكزت على عدد من المحاور. المحور الأول وهو الجولات الرقابية لوفرة السلع الأساسية والاستهلاكية في المخزون، في المستودعات، وحتى في منافذ البيع. المسار الآخر هو التحقق من استقرار الأسعار في السلع الأساسية والاستهلاكية، والتحقق من عدم وجود أي مخالفات تجارية. المسار الثالث هو التحقق أيضا من سلسلة الإمداد الخاصة بكافة السلع والمنتجات ووصولها بسلاسة وانسيابية إلى منافذ البيع. والمسار الأخير هو التحقق من جاهزية هذه الهايبر ماركت وكافة منافذ البيع لاستقبال المستهلكين، وأيضا تموينهم بما يحتاجونه من سلع رمضانية. والحمد لله هذه الجولات كلها أثبتت هذه الوفرة التي نلمس نتائجها اليوم في السوق المحلي. جميل أستاذ عبد الرحمن، وحنا نشوفكم ما شاء الله كل يوم في جولات ميدانية ورقابية، لابد بعد تواجدك في الميدان من نصائح أو رسالة للمواطنين خلال موسم رمضان. يعني الرسالة الأساسية والتي نذكر ونؤكد ونشدد عليها باستمرار، إن اللهم لك الحمد، السلع متوفرة ووفرة وكبيرة جدا، وهي من أعلى معدلات الوفرة الحمد لله في الشرق الأوسط. لذلك دائما ندعو إلى الترشيد في الاستهلاك، إلى الاستهلاك المعتدل، ونقول دائما ما زاد عن حاجتك هو حاجة لغيرك، الحاجة التي تزيد عن ما تأخذه من الأغراض هو حاجة لشخص آخر. لذلك الاستهلاك باعتدال هو الخيار الأساسي، وهو الخيار الإنساني الذي لابد أن نلتزم به. هناك عدة دراسات تتحدث عن الهدر الغذائي، يعني هذه الدراسات أثبتت نسبة ما بين 30% و40% هي نسبة الهدر الغذائي الذي يكون في السلع والمنتجات، خاصة في المواسم التي يكثر فيها الشراء تكون النسبة هذه أعلى وأكثر. ونحن نتحدث عن موسم رمضان، وهو من المواسم التي يكثر فيها الاستهلاك وتكثر فيها الأسر من مشترياتها. فدائما نحن ندعو ونحث المستهلك على الاعتدال في الاستهلاك، خاصة في ظل هذه الطمأنة الكبيرة الحمد لله، ونحن نشاهد الأسواق فيها هذه السلع والمنتجات الكبيرة التي لا توجد الحمد لله في أسواق دول عديدة. جميل سعد الرحمن، قبل أختم معك، ذكرتم في المؤتمر اليوم هذه الأعداد الكبيرة جدا من الجولات الرقابية التي تقوم بها وزارة التجارة، منها جولات رقابية وتفتيشية لمن يخالف أنظمة وزارة التجارة. حدثني عن بعض العقوبات التي يتعرض لها رد عن من يستغل هذه الأزمة استغلالا من عدم حاملية الضمير. ما هي العقوبات الرادعة في من يستغل هذه الأزمة ليمرر هذه المخالفات؟ طبعا أحد المهام الرئيسية للفرق الرقابية في الميدان لوزارة التجارة تقوم على ضبط المخالفات التجارية، ضبط حالات الغش التجاري، ضبط جرائم التستر، ضبط كافة مخالفات البيع. كان خلال الفترة الماضية هناك أكثر من 9,000 مخالفة فورية. عندما نتحدث عن الغش التجاري، أيضا غرامات الغش التجاري المنصوص عليها نظاما تصل إلى السجن 3 سنوات والغرامة 1,000,000 ريال، إضافة إلى التشهير وتصفية النشاط وشطب السجل وترحيل العمالة وعدم السماح لهم بالعودة للعمل. أما فيما يتعلق بالمخالفات التي تتعلق بالمخالفات التجارية المتعددة، هي 9,000 مخالفة، أكثر من نصف هذه المخالفات هي مخالفات في رفع السعر، وتختلف هذه الغرامات بحسب جسامة المخالفة من عدمها. يتم التحقق من ذلك عبر فواتير السلعة وعبر الشاشة الإلكترونية لدى وزارة التجارة، التي تستطيع بشكل مباشر التحقق من أسباب رفع السعر. ونعرف أن الأسعار يتم التعامل معها وفق محورين. المحور الأول هو تأثر الأسعار بالأزمة العالمية، مثل ما تعرفون حركة الاستيراد والتصدير، حركة الشحن والنقل والتأمين تتأثر أيضا. نتأكد من أن هذه السلعة
تأثرت بالظروف العالمية من خلال الفواتير مباشرة، أو المسار الآخر الذي نتعامل به وأيضا يتضح لنا من خلال متابعة سلسلة السعر للسلعة ومؤشرها بدءا من وصولها للمورد ومن ثم إلى الموزع، نستطيع أن نكتشف إذا كان هناك تلاعب بالسعر وضبط هذه المخالفة فورا. جميل أستاذ عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك على كل هذه المجهودات من وزارة التجارة، وأيضا الشكر لكم على مداخلتك معنا في أخباركم. مشاهدي الكرام، رصدنا مستمر إلى خبرنا القادم.